يبتهج الجميع على أنغام الفرح، فاليوم هو عنوان لن يسقط من ذاكرة أبناء مديرية مشرع وحدنان في صبير، حيث يحتشد أبناء هذه المديرية في الذكرى الأولى للانتصار ضد ميليشيات الحوت والرئيس المخلوع التي لطالما حاولت السيطرة على مناطقهم وفشلت. نعيش اليوم أجواء احتفالية بمناسبة تحرير منطقة مشرع وحدنان. أول مديرية تحررت من جماعة الحوثي المسلحة وقوة صالح التي كانت متواجدة في المنطقة. نحن الآن نعيش أجواء احتفالية بهذه المناسبة، بمناسبة 16 أغسطس عام 2015 كان يوم التحرير لمنطقة مشرع وحدنان. يتذكر هؤلاء عشرات الشهداء ومئات الجرحى، قدمتهم هذه المناطق ثمنا للنضال من الجماعة الإنقلابية التي لم يتوقف دحرهم من هنا بل ومن آخر معقل لهم في قرى المصراخ، لتعلن هذه المديرية في الذكرى الأولى للانتصار حالة تداعي عام لكسر الحصار عن المدينة وتحريرها. اليوم نحن أعلننا النفير العام في جبهة مشرع وحدنان لدعم كل الجبهات في محافظة تعز لمعركة الانتصار الأخيرة لمحافظتنا المظلومة والمحاصرة الحالمة مدينة تعز. في مشاهد الفرح والابتهاج هذه لم تغب صور الشهداء الذين سقوا بدمائهم تربة الأرض، ولذا وقف الجميع يعاهدون على مواصلة الخطى وتحرير المدينة، وهو ما بدا في هذه الحشود من عزم وإصرار واضحين. لم تكتفي هذه المديرية بإعلانها محررة بالكامل، بل هي تتوعد بدعم جبهات المدينة وإسنادها حتى تحرير المدينة وإعلان الانتصار. حمزة أمين، قناة بلقيس، مشرع وحدنان تعز.